قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بعض الناس يقولون لا يجوز الانتساب إلى السلف، ويعد السلفية حزب من الأحزاب القائمة في الوقت الحالي، فما رأيكم بهذا الكلام؟ نعم، السلف حزب الله، السلف حزب، لكنهم حزب الله. الله جل وعلا يقول أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالسلف انحازوا إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة فصاروا حزب الله، وأما من خالفهم فهم أحزاب ضالة مخالفة. الأحزاب تختلف، هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان، كما في آخر سورة المجادلة، هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان. فالأحزاب تختلف، فمن كان على ضوء على منهج الكتاب والسنة فهو حزب الله، ومن كان على منهج الضلال فهو حزب الشيطان. وأنت خير، تكون من حزب الله أو تكون من حزب الشيطان، تخير. نعم.